المشاهد القاسية مفزعة لا تحتمل، لكن الحقيقة يجب أن تظهر كاملة. And how far we let it go on is dependent upon. نجد أن هناك علاقة ما ربما كانت غامضة بين العمليات الإرهابية وبين بعض ولا أقول كل الذين رجعوا من أفغانستان. كل مكان في الأرض لا تعلو فيه كلمة الله هو القرية الظالم أهلها، وقد أمر الله بقتال أهلها. لماذا لا يجد شاب مثلي عملا بعد أن أفنى شبابه وراء هذا السراب يزوده بسلاح العلم؟ ولكن هذا السلاح لا مكان له ولا أهمية ولا وزن بين أسلحة الدمار التي تهيمن الآن على كل شيء. العالم لن يرضى عنا مهما فعلنا، العالم سعيد بفسقه وكفره. تفجير هنا وتفجير هناك لا يقيم دولة إسلامية. لقد استصدرت الفتوى من أمير الجماعة بجواز قتل من يخرج عنه. إن كان قتل نفسه وانتحر فلا صلاة عليه لأنه كفر. أريد مرآة، أريد مرآة. الشيطان نفسه يتردد في تبني هذا الحادث. أنا أؤمن بقيام دولة إسلامية عادلة يعز فيها المسلمون والعرب ومن عايشهم من الملل الأخرى. هنالك جماعات تتولى غسيل أدمغة الشباب. فكر بين أن تكون شهيداً مثواه الجنة وبين خائن مرتد يتقلب في نار جهنم. اذهبوا على بركة الله. أليست خير حليف لنا على أعداء الله وأعدائنا؟ تضع المتفجر في السيارة وتكون بعيداً عنها عندما تنفجر. هذا مفتاح سيارتك وهذا مفتاح سيارتك. أردت أن أربط بين الإرهاب في الماضي والإرهاب في الحاضر لأقول بأنه موجود في الدنيا كلها بتاريخ العالم كله. سنستهدف هذه المرة المدنيين من الكفار والمرتدين والزنادقة. مقتل امرأة وأطفالها بحادث تفجير بشع، حادث بسيط لا أهمية له. عملية غبية وغير مدروسة أخطأت هدفها. أنا لا أستطيع تفجير مجمع سكني أو قتل إنسان ربما يكون قابع تحت الظلم والبؤس مثلنا. الإرهاب وصل إلى مرحلة العولمة في نفس الوقت الذي وصلت فيه مجتمعات الدول إلى مرحلة العولمة أيضا. ولا أدري بكم من الدولارات باعوني لأمريكا. إنه طريق وعر قد يكون فيه جثث ودماء وقتلى وأشلاء، لكنه طريق مسدود. هذا يعني أن الأمة الإسلامية ستصاب بقوم يسرقون مالها ويستنزفون خيراتها. نحن لا نعول على توبة فرد أو أكثر، ولكننا نعول على المجتمع بكل فئاته أن يتكاتف ويتعاضد ويتعاون في إنقاذه مما يسيء له ويلحق الأذى ببلده ويسيء للوطن والدين. لا أفهم معنى واضحا لما نفعل، أما أي قطرة دم كان النار يا جعفر، كان النار يا جعفر، كان النار يا جعفر.